ماذا لو غاب المصلحون وتوقفت جهود الإصلاح؟ بالله عليك، من ذا سيأخذ بيد الإنسان الضال والعاصي ليعيده إلى الله عز وجل؟ من ذا سيقوم على تربية أبنائنا وبناتنا لأننا نريدهم أن يكونوا حراسا على دين الله أو مسلمين كما يحب الله؟ من ذا الذي سيقوم بإنهاء النزاعات والخصومات بين الناس؟ هيبقى منطق القوة اللي قائم، واللي عنده خلاف ونزاع مع شخص تخلص منه هيعتبر أسهل الحلول، زي ما بيحصل دلوقتي. حين ترى مجتمعا فيه جهود إصلاح بصرف النظر إن كان المصلحون مسلمين أو غير مسلمين، بالله عليك، ألا ترى فيه أن الحرية تضلل أفراده؟ أي مجتمع فيه صلاح وإصلاح أيا كان دين المصلحين، ألا ترى فيه العدل يسود مجتمعه ولو بصورة غالبة ليس بصورة كلية؟ ألا ترى المجتمع الذي تسود فيه جهود الإصلاح والمصلحين أيما كان دينهم، ألا تراه مجتمعا متعاونا متضامنا متحدا في مواجهة مشكلات الحياة وجوائحها؟ هكذا، والعكس صحيح. هات لي مجتمع يخلو من جهود المصلحين، ألا ترى الظلم يضرب في جنباته؟ ألا ترى الفقر والحرمان هو الطابع السائد لمن يعيش فيه؟ ألا ترى الأمراض والأوبئة تكاد تفتك بهؤلاء الناس لولا رحمة الله سبحانه؟ لماذا؟ غياب جهود الإصلاح والمصلحين بيجعل الحياة فاسدة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، الأرض ميلانة خيرات ولكن العالم مليء بالجوع، الأرض مليئة بنعم الله سبحانه ولكن العالم مليء بالظلمة واللصوص، الأرض مليئة بثروات تجعل كل من يعيش عليها يعيش آمنا مطمئنا ولكنها يملأها الخوف والرعب والفزع. لماذا؟ هذا سبب رئيس من غياب المصلحين وغياب سنة التدافع. لذلك إذا كان بيننا مصلحون فواجب علينا أن ننصرهم وأن ندعم مجهوداتهم وأن نقف إلى جوارهم وأن نكون أداة في تحقيق ما يهدفون إليه من إصلاح. الوحيد اللي ساعة ما بتتحقق النتيجة المرجوة لا يرغب في دنيا هو المصلح. المصلح تعالى كده بيدفع الثمن وقت الإصلاح، إذا كان الثمن بفقر، إذا كان الثمن بتهجير وتغريب، إذا كان الثمن بسجن، ممكن يكون الثمن قتل في مقابل ذلك. وحين تتحقق النتيجة ويصلح المجتمع تجده أبعد الناس عن المكاسب المادية، ما بدورش على فلوس، ما بدورش على وظيفة يبحث عنها عشان ياخد مكان فيه، ولكنك تجد الآخرين يحاولون ركوب الموجة ليفوزوا بمكاسبها، فتجد الفاسد وقت المغرم مش موجود، لكن وقت المغنم يطلع ويجري. وقت الإصلاح تجد الفاسد معارضا ومهددا ومتوعدا، فإذا جاءت نتيجة الإصلاح بعد ذلك طيبة تجده تحول ليكون أول الراغبين في جني ثمرات الإصلاح. أما المصلحون فليسوا كذلك، يبذلون من أوقاتهم من جهودهم من دمائهم من حياتهم من أجل تحقيق رسالة الإصلاح، فإذا تحقق الإصلاح حمدوا الله تعالى وكانوا أبعد الناس عن المغانم المادية، لأنهم لم يسعوا إليها يوما، إنما سعيهم كان لإصلاح هذا المجتمع. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الرسالة التي يحملها، فإذا ما جاء وقت الغنيمة لا تجد مصلحا يبحث عن غنيمة، وإن وجدته يبحث عن غنيمة فاعلم أنه كان ذا غرض، وهذا لا يكون إلا قليلا.